طيب هلا شباب احنا بدنا نناقش اليوم اشي عملي بس نتفرج على مودلز لانتوا اللي عملتوها نحاول نحسن بتكون كلكم ممنوع تكتبوا ممنوع من عم باتل تكتبوا عشان ما يصيرش فيه غش عن بعض بس الا انت شو بتتذكر تذكر وزي ما بتشوفوا تقريبا الكل بيعرض تقريبا يعني كل واحد مره بيجي دور يعني فبالاخر يعني بتغنوا المودلز تاعت بعض ممنوع حدا يكون بالضبط عنده نفس الاشياء هاي يعني سعيد انا بنقص له بس انا بعرف انه في البراكتيكال احسن شيء للتعلم شو هو انك تشوف مودلز لغيرك مزبوط ولا لا بتعرف كيف تفكر عشان بصير فيها بسميها باترنز في انماط اوكي نتعلمها بعدين نفهمها بعدين من لما نيجي بعد ما نطبقها بنفهمها وبعدين فطيب هلا اللي عندنا هون نبلش عند ماهر نبلش في اللي هي البروجكت اللي له علاقه بالهويه وكنا بنوسعه شوي فبدكم هلا انتم بصراحه تنتقدوا يعني تنقدوا تعملوا له نقد ها مش انا ممكن اشارك في النقاش بس انتوا كمان لازم تعملوا نقد وانت لازم ترد عليهم ففي عندنا بيرسون البيرسون له بيرث ديت له بيرث بليس له عنوان له حاله اجتماعيه له مهنه له ناشوناليتي هذا البيرسون وعلى فكره له اكثر من بروفيشن وله اكثر من ناشوناليتي ملاحظين ولازم يبقى له ناشوناليتي معينه بعدين له الاسم الاول اسم الابو اسم الجد وبعدين له اسم العيله وله اسم ام وفي له اسم فاميلي سابق وهو ولازم يكون له اسم فاميلي سابق لازم حسب ما بيقول ماهر لازم واسم واحد مش اكثر وسي ام جي شو يعني سي ام جي ريليجن له ريليجن للاسف طبعا احنا في فلسطين عدد من الدول عيب تحط ديانة على الهوية عيب يعني هذا انتهاك لحقوق الإنسان وهذا يعني هذا شيء مزبوط ولكن في فلسطين احنا هذا على فكرة اللي حددوا مين اللي حدد هاي الاتريبيوت اليهود مش احنا اسرائيل طيب هلا في نوعين من البيرسون في عنا سيتيزن يعني مواطن وفي عنا مش مواطن وزي ما قلنا هون إلو زوج أو زوجي وإلو أب أو ابن اللي بيكون أو أب وابن اللي هو البيرسون انزل لتحت شوي هلا السيتيزن إلو اي دي كارد الاي دي كارد إلها رقم السيتيزن إلو اي دي كارد والاي دي كارد إلها رقم وإلها مكان الإصدار تاريخ الإصدار وعليها الإمبلوي سيجنتشر هذا إذا كان سيتيزن وبعدين برضو سيتيزن ممكن يكون عنده إيش عنده باسبورت والنان سيتيزن عنده بس باسبورت مش شرط هذا زي ما بيقول معه والباسبورت إله تاريخ إصدار مكان إصدار برضو الإمبلوي سيجنتشر وإله الإكسبيري أنا عندي انتقادات على هذا الكلام إسراء بالنسبة لو حطينا الاي دي إنه إلها بكون هذيك المعلومات الثانية اللي هي الاسم الأول والاسم السابق يعني هذيك المعلومات كلها وين بدها تتخزن؟ أني معلومة؟ اللي فوق للبيرسون اللي هون إحنا أول شيء بسؤال ممكن تجي يقول وين تتخزن؟ وين بدها تكون يعني؟ مش هاي بدها تكون هذا مش مكان التخزين هذا مش هارد ديسك مخزن عارف بس هاي مش كل هالمعلومات خاصة بالاي دي أني معلومات؟ الاسم الاول واسم الشخص واسم الاسم السابق بس بالاي دي خاصه؟ لا بيرسون احنا مش صح بالبيرسون بس هي كمان خاصه بالباسبور قسم منها بالباسبور مش كلها مزبوط طيب هلا مش في انهرتان شو هذا اللينك معناته؟ سبتايتل يعني ها هو إله هذول الثنتين وكل اللي فوق جزء انت كيف الانهرتانس؟ مش جزء من اللي فوق كل اللي فوق ليش ما هو صب بورت كل شيء يعني كونك شخص طلع كونك شخص
وكونك مواطن، كونك شخص لك صفات. هلا كونك شخص معناته لاحظي انه المواطنين هم جزء من الاشخاص، مزبوط؟ المواطنين جزء من الاشخاص. يعني بنقول جيبوا 100,000 درهم، جيبوا كل الناس حطوهم كل شيء اسمه بيرسون، او يعني هيك حطي كل شيء في الدنيا. اوكي هون بنحكي عن فلسطين، جيبي كل شيء في فلسطين، الكرسي والطاوله والكاسه القهوه وكل كله كله كله، والدار والساعه كله، حطيه على ماكنه. قولي له كل واحد بنطبق عليه صفات ايش؟ صفات شخص هيك، في شيء بدفعه بنزله عن الكشاط، صفي هذول بالمئة ألف دنم. ايش في عنا؟ الاشخاص هاي هناك الاشخاص، دخلهم على مكان ثاني. لاحظي هلا كل واحد ينطبق عليه، اذا كل واحد عنده ايش اول اهم شيء؟ صفات شخص. بعدين دخلهم على كشاط ثاني، كل واحد فراز، كل واحد سيتيزن ذيز. هلا طب ما هو كمان مواطن، ايه ما هو كمان شخص، فهو في له كل الصفات تاعت الجنس الاعلى منه كلها، اذا كان مانديتوري مانديتوري، اذا كان مش مانديتوري مش مانديتوري طبعا الصفات، بس هو اصلا بالاصل شخص مش جزء من الصفات بوحدها، كل الصفات اللي فوق، واذا له كمان اعلى واعلى برضه باخذ كل شيء غيره. المفروض يكون عنده باسبورت نمبر. شو رايكم فيش حدا طابع التشيك ليست اللي عملناها امبارح؟ لا. طيب طلعنا لفوق بس شوي، خلينا نسأله اول سؤال. شو الاي دي، كيف تعمل ايدنتيفيكيشن لشخص؟ هاي وين الاي دي هون يا عبير؟ الاي دي للبيرسون، ممكن يكون اسمه، ممكن يكون عيلته، ممكن يكون اسم أبوه، مانداتوري و كيف؟ وانتيتي كمان مرة؟ لا استنى شوي، الاي دي نمبر، الاي دي نمبر، الاي دي نمبر هذا للسيتيزن، للبيرسون. فيش فيش يا مرام. لا هون مش مبين، منى مش مبين، وليد في الشيء او بقدر استعمل فيش تحت استعمل مش، لا هو شو الاشي اللي عامله اي دي لبيرسون؟ مش عامل شريها اي دي نمبر تاع الهويه. هذا هل الاي دي نمبر تاع الهويه بنقدر نستعمله اي دي لبيرسون؟ طب انت ليش بدك اي دي لبيرسون؟ لأنه كل انتيتي لازم كان ايدنتيتي. كل انتيتي ممنوع يكون خط متواصل، يعني انتيتي الا ايش؟ كلها ايدنتيتي. يعني شخص واحد اثنين ثلاثة، لا بدنا شيء ايدنتيتي، مش شرط يكون رقم، مش شرط يكون رقم. انا بدنا ندل على الاشخاص اللي هون، في ما هون سيتيزنز وفي مش وفي نون سيتيزنز. بدند عليهم ده كله شريهان؟ لا بزبطش لأنه فيه كتير شريهان. طيب الرقمه 4-5-6، شو هذا الرقم؟ هذا رقم هوي، بس مفهوم فيه ناس ما همش رقم هوي. إذا لازم أعمل إشي لأن على هذا الشخص فيه، فهون أنا بسأل سؤالي هون، شو ماهر اللي عمله identity؟ إيش يا مرام؟ بيرث دي شوي، لا البيرث دي مع الفيرست دي مع الفادر دي، اول شيء نفحص هاي ما بتكفيش، لازم هذول الخطوط يمكن مانديتوري، هاي مانديتوري هاي مانديتوري هاي مانديتوري، اذا معناته هو هيك بيندا بقول فلان واسم ابوه وتاريخ الميلاد بيطلع الشخص، يعني هذا هو هيك عمل بلغة الداتا بيز يونيك كي يعني يونيك كي. هذا يونيك يعني هذول هي بهاي الحالة
نقدر سواء كان مواطن او غير مواطن ندع نحكي معه ندع عليه. معناته في ايدنتيتي لهي الايدنتيتي. طبعا هاي موافقين على هاي الايدنتيتي؟ لا طبعا. طبعا لا طبعا. لا طبعا, لا طبعا. نضمنش اليونيكنس. وعلى فكره هي مش بس نضمنش اليونيكنس, هي مش بس ضمان لليونيكنس مرات عشان كانت يونيك يعني. ولا شو غير اليونيكنس؟ إيزي نستمعت لنا مش يعني مش سهل يعني. يعني معناته يعني خلينا نحطها هيك أوكي. ممنوع ندخل, ممنوع واحد يبكاله مواطن وغير مواطن إله نفس الاسم الأبو والعيلة لا اسم الأبو والأول بل كمان شو في 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 أجانب ما بيستخدموش اسم الأبو أصلاً فيرست نيم وسير نيم وهو إحنا ما فيش اسمه أبو ما فيش عندهم يعني تيك طيب هاي مشكله هاي مشكله هاي مشكله. في حدا عنده اقتراح لحلها؟ مرام كيف سويتي؟ انا عملت انه كومبينيشن اللي الباسبورت نمبر والاي دي كارد عملنا كومباين مع بعض. بس اذا كان انا اذا كان نون سيتيزن بكون عندي بزبطش. لا بكون عنده باسبورت. تزبطش لانه تزبطش ليش؟ لانه مش مانديتوري باسبورت. اثنين مش مانديتوري للشخص. اذا كان انان سيتيزن مانديتوري يكون له باسبورت, واذا كان سيتيزن مانديتوري يكون له اي دي. بس الكومبينيشن انت بدك تقولي كبيرسون يعني افترض جدلا انه انت مش حاطه اثنين مسطر, حاطه هاي اي دي وهاي باسبورت, وجيت تقولي الكومبينيشن بينهن هو الاي دي تاع البيرسون صح؟ كمان مره نفترض هاي البيرسون وهاي الاي دي وهاي الباسبور, وقلتي انت بدي احطه الاكسترنال يونيكنس بين الاثنين بحيث انه الكومبينيشن بين الاي دي والباسبورت نمبر يكون هو الاي دي. طيب هل هون تقدر تحطي مانديتوري على الاي دي؟ لا. ليش؟ لانه في عندنا ناس ما لهم مش هل بنقدر نحط على الباسبورت؟ لا. فأنتوا بتزبط شيء. أنا عندي اقتراح ثاني. عندك اقتراح؟ حددت أنا بس ايدي عادي يعني زي اللي أنت حكيتني إياه قبل مرة يعني إنه زي رقم وطني للكل بغض النظر. يعني إنك تختار لك رقم إنه كلهم أصلاً بلد ياخذ رقم هيك رقم. هي رقم. رقم والفلسطيني تعتبره الهوية رقم نفسه, بتعتبره السوشيال نمبر. إيش رقم أي واحد بيدخل فلسطين سواء كان مواطن غير مواطن جديد. مش فلسطيني هون, في عنا ناس مش فلسطيني. مو فلسطيني غير فلسطيني بس هو دخل فلسطين. معناته بياخذ معناته بطل رقم الهوية هو المعرف. صار بوزارة الداخلية شو لازم يبكى؟ رقم ثاني. رقم ثاني. آخر. إذا ما نشتغل. رقم الشخصي. رقم الشخصي. احتمال. في حدا عنده اقتراح ثاني؟ مثلا بصمة. تزبطش. بصمة كيف بدك تحط؟ صورة كصورة يعني. صورة البصمة مستحيل اثنين في العالم يتشابهوا فيها. بس هون لازم معناته لازم في كل وزارة الداخلية يبقى عندها بصمة عن كل المواطن وغير المواطن. خليها مانديتوري. أو بنقدرش نعبي عنه معلومات. خليها مانديتوري. أو بنقدرش نعبي عنه معلومات. مش كثير مهضومة. غيره والله خلينا نستغل نص دقيقة على هذا الموضوع. غيره. منى. فيش اقتراح؟ فكرة لما نعمل كومبينيشن إذا مش موجود الباسبورت بتضل مع الاي دي اليونيك لو دخلها زي فكريش بس عميق خيال موديل يعني قصدي بتضلها ك شي هي بتضل الرقم يونيك يعني ايدنتي بتضلها يونيك لو ما دخلت الاي دي كارد دخلت الباسبورت. اي دي رد عليها شوي ما فهمتش هاي شو قصدك يعني اذا انا عملت كومبينيشن الباسبورت مع الاي دي كارد ماشي اذا ما عنده اي دي كارد بدخلها. انت قصدك تقولي بدك تعملي مش بدك تعملي ذا كيف الفول نيم هو عباره عن كومبينيشن كاتنين مع السيكند نيم مع لاست نيم. انت هاي مش كومبينيشن اللي بتحكي عنه, انت كون كاتينيشن مش كومبينيشن بمعنى كاتينيشن بمعنى انت مش اعطيك الرقمين هذول في الداتا موديل بتعطيني اياه. لا انت كان اللي بتقوليه وكانه انا زي ما فهم عليكي انه اوكي هات نعمل جنريت لرقم. نعمل جنريت يعني زي ما حكى عمار انا بحط رقم اول ولي انا بحط رقم بعمله جنريت. هلا كيف اعمله جنريت هذاك شيء ثاني, بجوز اعمله جنريت سيكوينشال او بجوز اعمله جنريت كومبينيشن من بعض الشغلات. لا انا قصدي زي
هذا تعملي الجينيريشن اوف كونكاتينيشن، هذا مش معناته في الداتا موديل، مش اذا بنحط هاي اليور اكسترنال يونيكنس هاي الكومبينيشن صارت كونكاتينيشن. فهمت علي؟ لا هاي لازم تبقى، عشان تبقى اي دي لازم يبقى كمان ديتو. انا اي تكون لما انت جديد اسمها النمبر بيرسونال نمبر، بيرسونال نمبر بيكون جاي هاد من تو فاليوز بغض النظر. هذا شيء انترن اوكي اللي هو الاي دي او الباسبورت احدهما ما بده تريد نحط هذا، بس هذا شيء داخلي في السيستم. وهذا اي دي، هو اي دي نمبر هذا هو صار الكي، هذا مش في الموديل بنحط كيف نعمله جنريت. فهمني؟ مش داخل الموديل بنحط كيف نعمله جنريت. ليش؟ ما احنا حطينا عنده هذا الاي دي كيف بدك تعمله جنريت؟ جاي تو فاليوز الاي دي والباسبورت احدهما مانداتوري في عندنا. فهو بده يدخل فيها قيمة، يا الهوية يا جواز السفر. طيب هاي القيمة اللي دخلها بتصير الكي تبعت البيرسون. لا والله الهويه، اذا عنده باسبور عنده هويه وباسبور هي لا بحط انت تتنازل من لوكال باسبور بحطه خلاص في ذاك اللوكال بحطه شهر ما بحطه بحطه. واذا عنده اكثر من باسبور هلا انا بفكر انا بقول لك شو هلا انت حط اي دي اذا بدك، اذا بدك حط اي دي هلا انك بدك تعمل له جينيريشن انت يعني هيك طريقه خاصه هذا شيء داخل النظام تبعك تعمل تريجر تعمل برنامج بيعمل ايش جنريت الاي دي بس احنا في الموديل ككونسبتوال الموديل بيضل اي دي ما لهوش معنى كيف تعمله جنريت بدك تحط سبيس بدك تحط اندر سكور بينهم بدك تضيف عليهم رقمين هذا شيء داخل انت عليك ايه. طيب في اكثر في تعليقات ثانيه اصرفنا معظم الوقت احنا على الاي دي بتاعت البيرسون هذا شيء طبيعي. في شيء ثاني انا فيني ملاحظه انه ليش اف وام وسي وام ما تحط اسم الاشي يعني والله وقف المساحه بس لا لا مزبوط ولا انا غلطان؟ طبعا هو بالنسبه له لا ليه لانه فاهم بس انتم لما تشوفوه هيك لازم تفكروا انه انت بالنسبه لكم يبقى مفهوم الاشي بس بالنسبه لغيرك لا فبتحط مثلا كل غيره طبعا هذول انا فاليوز صح؟ اه فاليوز طبعا غيره فيه له اي ملاحظه؟ فيه انا ملاحظه عكست الادرس والبريفس الاخير غيرت الاسماء عشان اقرب بس هي ماتيريال ستيتس برضه بتحط نعم حطيت الادرس حطيت الادرس مش مانديتوري والبريفيوس مانديتوري بس انا عكست الاسماء في الاخير عشان الشكل بس يعني هذا خطا مني يعني ماش فاهمة وقف وحدي الادرس اصلا يكون مانديتوري الادرس مانديتوري البريفيوس مش مانديتوري شوي هذول هذول البيرث ديت مانديتوري والبيرث بليس مانديتوري والناشوناليتي مانديتوري والفيرست نيم والفادر نيم مانديتوري للشخص مش للمواطن لا فادر نيم وجراند فادر نيم هذول بعنين المواطن بعنيش المنزل كمان مره طلع شو المشكله اللي صارت هلا هلا هو عشان الهويه اجباري يبقى فيها اسم الاب واسم الجد صح بس الباسبورت لا الاسم الكامل المواطن الاجانب اذا وزاره الداخليه لما تعبي معلومات مش كل الناس تحط عنهم الفادر والجراند فادر هذول اجباري لمين للهويه للمواطن الاي دي لا الهويه فهذول للسيتيزن فبنحط للسيتيزن هذول مش مشترك بين الباسبورت بين كل الناس هذول بس للسيتيزن صح؟ طيب الفاميلي نيم اجباري؟ اه المذر نيم اجباري؟ اه اجباري طيب و اجباري للمواطن وغير المواطن طيب البريفيس فاميلي نيم؟ بس لا مش اجباري للايدنتيتي انه كمان ممكن ما في هاي مش اجباري ليش حطيتها اجباري؟ شو هي بريفيوس فاميلي بريفيوس هذا خطا مني انا في الاخير عكست كنت كاتب الادرس هون بس عكستها الدين اجباري للمواطن وغير المواطن؟ بالايدنتيتي موجود في لا للمواطن اجباري صح؟ اه للمواطن اجباري قانون اسرائيلي مواطن اجباري معناته هذا المواطن الجندر اجباري؟ اه للكل
طيب هذا بالنسبه طيب اليونيكنس هون حاط انه البروفيشن برضو على فكره البروفيشن الجواز بس لا مش مهم احنا هون مش بنعمل الجواز ولا اللي مش جواز بيرسونال بشكل عام بس في ثاني واحد ليش هو عاملها انه هي يعني ما اخر هاي معلومات لما تيجي تطبع انت تطبع الهويه او تطبع الباسبورت كمان مره برام البروفيشن حاططها اليونيكنس عليها لانه هل وزاره الداخليه بيسجلوا اكثر من بروفيشن ولا بس بروفيشن واحده واحده على جواز السفر طب بتحتفظوا بتسجل على جواز السفر تحتفظ في كل البروفيشنز اذا كانت وزاره الداخليه بتحتفظ في كل بروفيشن يعني انا مثلا انا خلينا بروح اغير البروفيشن تبعته مره هل فعلا بمحو افترضت يعني هون معناها انه لا بمحوش غير موجود فهي بتقول لي انا اكثر من بروفيشن ونفس البروفيشن بتكون لاكثر من شخص الناشوناليتي ممكن يكون معي اكثر من ناشوناليتي طيب انزل تحت شوي في ملاحظات ثانيه حكوها حضر حالك انت يا معمر انزل انزل ليش حاط امبلوي سيجنتشر على فكره مش لما تحط سيجنتشر معناته بدك تخزن السيجنتشر ولا قصدك الامبلوي نيم اللي اصدر له اياها يعني الاشي ور نيم اول شيء بتلزم نحطها ولا لا شو رايكم لا انا مع لا وبرضه للجواز نفس الشيء. طيب شو الباسبورت نمبر؟ شو وين حطيت النمبر هاي الاي دي تبعك. والاي دي كارد طيب ليه بحطها لجوا؟ طلعوا الستايل هاي بروبلم ستايل يعني بروبلم في المشكله في الستايل. حط الاي دي تاعت الجواز ده هون. وحط الاي دي تاعت الهويه برا. عملت فيربلايزيشن نبهني انه هذا غلط. لانها هاي مش اي دي كارد. رحت غيرتها واستريت. طيب بس ليش تقرط هي مش غلط بس عشان انه نفس التوازن يعني عامل هيك يا هيك اتبع نظام واحد يعني ستايل طيب هاي وين هاي وين هاي هون هاي جاي هون سوري الايدنتيتي تاعت سيتيزن وين هي؟ هذا بك سؤالك وين كان؟ طيب انا لاني سالت كنت عملت هيك وسالت عنه وين وين الاي دي؟ تقدر تاخذ الاي دي اللي هي الاي دي كارد. يعني ما لزمش نحطها. لا هي هاي شو ملزمش محطوطه. الاي دي كارد هي نفسها ال هلا تقولي لي ما هي انتيتي. ما هي الاي دي كارد الها الاي دي. شو مشكلة؟ هلا هاي بالنسبة لك شو الاي دي تبعك تاع السيتيزن؟ الاي دي كارد. الاي دي اذا الاي دي كارد كان فاليو معناته لازم يكون شيء هو لكسيكال اوبجكت بيعمل ايدنتيفيكيشن لهذا الانتيتي صح؟ هلا اذا كانت هاي عباره عن انتيتي معناته بناخذ الايدنتيتي تبعتها يعني في يعني انا اللي سالتك عنه المحاضره اللي فاتت ما عرفتش كيف احلها شلتها من لا هيك كمان مره ما هو انت مش برضه ما فهمتنيش على فكره بدي اعيدها اخر مره هلا هاي وين الاي دي تاعها؟ الاي دي كارد اوه بتصير بتقول لي طب ما هو الاي بزبط الايدنتيتي تبعت انتيتي تبقى برضه انتيتي تبقى انتيتي بقول لك اذا الها ايدنتيتي فبتترحل الايدنتيتي لها فهمت كيف؟ طيب هلا هون السؤال وين الايدنتيتي تبعت النون سيتيزن؟ مالوش غلط باسبورت نمبر ما دام انه نون سيتيزن اجباري كارو باسبورت يعني لو انه حطه باسبورت وحط له اي بس هو المشكله بصير لو حطيت له باسبورت نفس ما عمل الاي دي كارد شو المشكله؟ المشكله انه الشخص له اكثر من باسبورت مشكله طلبوا بتم مباشره وخلص سميه باسبورت ايشيو ديت باسبورت ايشيو بليس باسبورت ايشيو كارد هاي شيء ثاني هاي الشيء الثاني اللي انا بساله وين نقدر نسجل هلا انا سيتيزن ركزوا معي هذا سؤال لكم كلكم انا سيتيزن في فلسطين بس انا معي جواز كيف صارت انا هون هون انت تسمى لوكال باسبورت ممكن انت تي فورين باسبورت في بالضبط طيب
هل في انترسكشن بينهم؟ في بس باد تول يعني الفيزيو انا بدي اعمل يعني اكسكلوجن تقدر تسوي يعني. ليش بس ما رضيش؟ انا قلت انا جربت عليه ليش؟ ترى هذا ما بيؤمنش فيها وهي اللي بين تو سبلايز شو كمان عملنا احنا على النص ولا انا رضي ساعه ونجرب في الاخر حكيت مع ماهر اللي مش معرفتها حكيت نرسمها في ايدي وعملها سكالا يعني فيك تحط كومنت هون مثلا بينهم كنت احكي معك ما عرفتيها فيك بس انا على كل فاهمينها طيب انت كيف تعملها دكتور في السلايدز تبعونك انا برسم على دوغما موديلر اه يعني ما يرسم مرات على الباوربوينت انا في السلايدز او برسم على دوغما موديلر دوغما موديلر اهم واحده هاي شو في كمان اسئله ملاحظات انا بدي اسال شغله لو الجندر بدنا نحطه ست ايد للبيرسون اللي هو يا فيميل يا ميل تمام شو الايدنتيتي بدها تكون للميل وشو الايدنتيتي للفيميل انهم هم مش فاليو بالضبط فلما بهاي الحاله بحطوا فاليو ليه عارف ليش لانك عمليا بدك تحطي ميل وفيميل ما فيكش تحكي عنه يعني حطينا ميل حطينا فيميل بس انت ما بدك تحكي عنه بدك تحكي عنهم يعني يعملوا يلعبوا رولز لا هذا واضح انه حطها فاليو مش انت في سؤال ثاني واضح طيب مره اطلع يلا لابتوب خليها تدريج طيب انا صحيح ما قرات الشغله بالتفصيل اللي بطلع عليكم طب لو بدنا نحط هون شيء نحط سيتيزن او نون سيتيزن نحط اول شيء انترسكشن نحصل سيتيزن يا سيتيزن يا نون سيتيزن يا سيتيزن يا نون سيتيزن اكسكلوسيف سؤال في سؤال جوهري لازم هلا انتوا بتحكوا عن ناس لوزاره الداخليه فلسطين مزبوط صح طيب ديما شو هويتك انت انت سيتيزن ولا نون سيتيزن انا نون سيتيزن انت نون سيتيزن انا مش سيتيزن لعند ولا حدا كيف انت وزاره الداخليه اسرائيليه مع هويه انا مش مواطنه اسرائيليه ولا شو انا عندي اقامه في دوله اسرائيل فقط هذول بسموهم فلسطين القدس اه 48 اشي بتاعي كنت اشي حالي طيب في هاي الحالة ليه ما تحط مش سيتيزن ولا نون سيتيزن جرين كارد وبلو كارد جواز سفر ورفيجي ونن او نن باليستيني وين عمري فكرت فيه والله اذا بعد الصفقة بدك تفوت مبعث محرر غير محرر لا محرر مبعث محرر مش مبعث فكرت شيء بالمبعث لحظة شوي سؤال موديلين مش سياسي هل بحط مبعد ومش مبعد بابا ولا اخرين انا بناء على شو بكرر سؤال بناء على شو بكرر شو من السبتايز اللي احطهم لا ما بحكي لك لا هو يعني الفلسطيني راح غزه هلا هو مواطن فلسطيني من غزه بس بتطفش شوي بناء على شو الايدنتي يعني كيف بناء على الايدنتي الريفيوجي نعترف فيك يعني انه معاه هويه ولا معوش هويه يعني قصدك تقول الرفيجي لا هو معاه جواز مرات ولا معاه هوية أو معاه تنين لأنه بالويب سيرفيسز لما كنا بدنا نعمل هاي أنا سألت فبحكي له اللاجئ بحكي له اللاجئ معاه هوية بحكي له أنت أدرى بالجفرمنت لا اللاجئ معوش هوية قصده عن اللاجئين داخل فلسطين بس اللاجئ اللي في سوريا ولبنان بس في لاجئين معاها اسمع كيف معاها جواز سفر سوري وثيقة سفر هلا شو الفرق بينه وبين السوري الأصلي؟ إنه وثيقة سفر لكن جواز سفر بس حتى اللاجئ مش بس إنه وثيقة سفر لا ويكون واحد يكون أرميني وعنده وثيقة سفر هنا الفرق إنه هذا فلسطيني مش فلسطيني فأنا حسب أنا شو بدي حسب وزارة الداخلية شو بدها تسجل بدها تفرق إنه مش كل اللي معه جواز سفر بسجل بس معه جواز سفر فضروري أفرق بين أنه فلسطيني يا ريت عندكم يعني في حدا حاب يدرس لي هذا الموضوع بعطيه عليه علامتين زياده بس هو لطيف اذا طلع في شيء مليح بعطيه عليه علامتين زياده انا بدرس انه بدي موديل لبيرسون في وزاره الداخليه مش عارف قديش تسميها وزاره الداخليه لمنظمه التحرير خو. عشان اللي هي كيف بدنا نعرف نرجع لحد هو
بس تبي حالك عاد هو عليك سؤال كمان يعني لا لا مش هو برضه حميم تسألي برضه هي يعني بعتمد عليك يعني لا لا بدها تنبيش وبدها معرفة بس تسأليش حدا سؤال مباشر لأنه بعطيك جواب ما تستفيديش بعطيك جواب ما استفيديش منه لأنه ما بعرفش سؤالك شو وراه فمن هو الفلسطيني يا بيكون اللي معاه هوية خضراء يا قسم من اللي معهم جنسية إسرائيلية وبنفس الوقت معاه هوية زركة قسم منهم يا بده يكون لاجئ ولدان في كندا سيد ولدان في كندا بس لاجئ فلسطيني بده يكون أو ممكن يكون أمه فلسطينية أو أبوه فلسطيني ومعاه معوش هوية بس معاه في حد اللي بدرسها وبجيب لي موديل فلسطينيين 48 اللي هم إسرائيليين الجنسية بس إحنا وطنياً نعتبرهم فلسطينيين برضو اللي بيقدر يعمل لي موديل اللي بيقدر يعمل لي موديل لهاي الانفورميشن يا عم يعني ما نروح على الدستور باخذ ثلاث علامات زيادة إذا كان الموديل تبعه منطق وليد بس لازم حدا يقدر عنه لوليد أنا بحاول ما بحاول ماشي بسرعة شغلك بس خلصنا في حد أضاف معلومات زيادة عن هيك ولا بس هاي المعلومات حطكوها يعني قريب منها إن شاء الله ها؟ أنا حطيت له الباسبور إنه يكون في فيزا بعد ما يسافر كيف؟ فيزا للباسبور ممكن يكون في فيزا عمل فيزا وممكن ما في الباسبور فيزا لها رقم ولا ليش ردوا على عبير حطت بعد يعني بعد الباسبور حطت للباسبور فيزا والفيزا إلها رقم وإلها وإلها بس ما لا الفيزا أنت بتعطيش فيزا للفلسطيني بتعطي فيزا للأجنبي عن جد مشكلة واحد مش عارف شو اللي بس إنه الجواز الفلسطيني الفيزا اللي عليه فيزا فلسطيني فيزا أجنبية أوكي هاي معلومات ما بتخزنش عند الفلسطينيين بتتخزن بالدول المصدرة الفيزا رقم الفيزا بتدخلش على الجواب الجوهري هون عند وليد واحد دخل تصريح زيارة ما بتعطيهاش نفس البعثة الهوية والجواز السفر فيزا بعطيها دولة ثانية انت بتروح عليها فهي بتتخزن ملوش دخل فيها هو الفيزا ما بكتبهاش مش اشي شخصي طب لو واحد جاب جواز تصريح زيارة مثلا مش فيزا صح برضه اول شيء لحظة خلينا بلشنا عن ايش هذا لا لا ما بدي هذا بدي المشروع الثاني على فكرة هذا طريقة الرسم مش مقبولة بس طلقيش استعجل الحاس حيث الدوار ساعة ودوار منارة لا ما بتقبلوها لحظة أني أجمل نعملها هيك ولا زي ما عرض ماهر لا ماهر سلام الله منارة عشان إنه في مشتركة طيب برنامج بروجرام كبري بروجرام بس هذا الموديل لا هذا مش مقبول سال يونيفرسيتي هاز فاكولتيز الفاكولتي لها كود طيب هلا والاسم تبع اليونيفرسيتي هو اللي بيعمل لها اي دي بعدين فاكولتي كونتينز مش كونتينز هذا لما اقول كونتينز هذا مش جمع معنى شو هاي فعل إلها برنامج والبرنامج إله رقم والبرنامج إله عنده طلاب has student numbers إله student numbers مش ممكن معناته الطالب يمكن يسجل في برنامجين وعنده كورسات بعمل لها أوفرين وعنده teachers هلا بعدين student إله ID student enrolled in في course في semester معين course taught by teacher in semester هلا هاي انه يا student يا course هاي شو معناها يا انس شرحنا شنو نبدا exclusion وين هاي محطوطه بالنظر exclusion الرول لازم تكون either اولى او الثانيه او الثالثه بس نت مش فيهم طلعوا طلعوا عليها منيح وين الغلط اللي فيها يا شريحة؟ حاطة دوت و إكس هون وحاطة من هون ومن هون ومن هون هاي غلط أنا عايش وقت أطول عليكم لازم ما بس لحظة هذا هو الشيء رسم بأنه برنامج في أنه برنامج رسمتين هذا لا شوي خليك ها؟ بيجيز مايكروسوفت فيزيو 2007
ما بصير في عمركم شفتوا مانديتوري اكسترنال مانديتوري لو بنسميها ديسجنكتيف مانديتوري جاي بين نص والنص والنص لا على الرول بس هي مانديتوري هي مانديتوري يعني ستودنت شوت بي ان ابروف هاي شيء وهاي شيء يعني لازم نحط مانديتوري هاي المان اذا في مانديتوري هون وهون وهون يعني انه البرنامج له واحد من هذول الثلاث لازم يكون في واحد بس واحد على كل واحد لا يعني مانديتوري يكون ستودنت مانديتوري يكون معناته بدك تحطي واحد هون واحد هون واحد هون اه طيب ما شو دخل شوي واحد هون واحد هون واحد هون وبعدين واحد هون واحد هون قصدك هون وهون وهون اذا تيتشر افترض جدل افترض جدل احنا مش داخلين معك هسه انه لو لازم ولا مش لازم بحكي على السنتكس انا ما بيصير احط انا مانديتوري في النص في شعوركم شفتوها على الرول المانديتوري على الرول ما شعر ليش يعني غلط طبعا هاي بس يعني غلط بصراحه فادح لانه مانديتوري من الجهتين حكيت معناها نفسها هي الاكسكلوجن تمنع انت عارف بالضبط انت يعني تستعمليش اللانجويج تاعت او ار ام يعني انت تستعملي او ار ام رسم وبس ترسمي وبتحطي اول ما بدك لا كل هالتفكير كده ملاحظه هلا لا هاي لا هاي مانديتوري لحاله هاي مانديتوري لحاله هاي مانديتوري لحاله حطيتهم بس لما حطيت الاكسكلوجن تبعك هلا الاكسكلوجن شو معناته الاكسكلوجن هاي الاكسكلوجن برضه غلط واذا ستودنت ما بصير كورس ليش غلط هاي الاكسكلوجن عمار هاي ليش هاي غلط انت حطيتيها هون جاي بنص وجاي على الرول الاولاني بصير صح يعني لو على الرول الاولاني بصير صح اعتقد طيب لو على الرول الاخير بصير صح student course و trainer مظبوط لا لا بلكي طب بلكي في طالب وبدرس وسوي مدرس يعني ماشي بس مش منطقية على الثاني لا سينتكس احنا سينتكس اه ما احكي سينتكس اه بصير 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 لا بصيرش لو حطيناها هون هون ما بصيرش ليش العلاقة في انتي وحدة مش كيف يعني نحكي عن mandatory school بس تحكي انه هذيك الانتيتي اذا تكون هاي او هاي او هاي مش هذول الثلاثه هم هو سنتكس بحكي سنتكس سنتكس بحكي سنتكس لا بس بدي ما اعرف لا لا مزبوط كلامه طلع كيف المشكله انه هاي وهاي وهاي ديس جون ترولز ديفرنس طيب ما بصير تحط بينهم اكسكلوجيا مش حيتكرروا ليه اصلا هم اصلا ديس جون ايش انت هم اصلا ديس جون ما بصير تحط من فاليوز يعني يعني الفاليوز تبعتهم اصلا ما هي دفره انت بتحط الاكسكلوجن هاي اذا ها ها بتزبط ليه لان هي نفس الفاليوز اللي حاطها هي جايات من نفس الشيء على فكره اذا في هون بين سب تايبس بزبط الحط بس ما دام هذول مش سب تايبس ديس جون اصلا يعني هاي هاي على كل حال هاي مشكله كبيره جدا فيها خطأين ما عشرنا الموديل هذا ما بكبروش اطلاقا بدي اياه موسع بدي تورجيني عن الطالب وعن الكورس تحكي عن التيتشر مش بس اشي سهل يعني اشي يعني شو بسيط ما بعرفش ما بعرفش ممكن استاذن وهاي بقى خلص هاي معنا شو تكلم ماشي شباب شفتوا يعني صرت عارض قدامكم معظم شغلكم كل واحد عرض وبالتالي بعد هيك انا بصلح في علي حق هلا احط غلاء اركز على وقت على الاغلاق لا اعرف شو بدك اعرف كيف انت بس بدك منيح هيك انت بنسلم هلا وين اتفقنا على التسليم مش وين انت ما تسليش هسه وين اتفقنا على التسليم لا اتفقنا على الامتحان ما اشتغلناش طيب بتاخذوا يوم الثلاث هذا الاسبوع ولا ولا قبل الامتحان احنا المفروض اشتغلنا على خلال المفروض مسلمين هسه الناس وإذا في كونسترينس ناقصة يعني مش إنه بس الكونسترينس الموجودة بصلحها لا بقول ليش ما ليه مش حاطة هاي الكونسترينس هاي هسه تحطهاش أو حطها ارسمها بإيدك على الورقة وتسوي على هذا لا أو اللي هو ده مش مهم يعطيكم العافية وقف التسجيل تسجيل وقف